بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد إن أنا معاكم النهاردة عشان أكلمكم عن المجال بتاع المايكرو إلكترونيكس، سواء بقى فيكم اللي لسه متخصصش، لسه مثلا في أولى أو تانية أو في سنة رابعة مثلا وعلى وشك التخرج، أو حتى الفريش جرادز. إن شاء الله كل الناس دي ممكن إن شاء الله تلاقي حاجات مفيدة جدا ليها في المحاضرة بتاعتنا. بس قبل ما اتكلم بقى على مجال المايكرو الكترونكس، يعني حابب اديكم كده اوفر فيو شويه، وكمان ناخد لمحه تاريخيه، فنرجع ورا كده اكتر من 70 سنه. ده اسمه انياك، ده كان اول جنرال بيربوز الكترونيك كمبيوتر. والسبب ان انا بحب دايما اوري الصوره دي، ان احنا لما نقارنها بالسمارت فون اللي كل واحد فينا دلوقتي شايله في جيبه، نحس قد ايه ان حصل تقدم مهول في مجال المايكرو الكترونكس. يمكن التقدم ده ما حصلش في اي مجال تاني، سواء بقى في الهندسة أو في أي تخصص تاني في التاريخ. حصل تقدم رهيب في خلال فترة قصيرة جدا من الزمن، والتقدم ده مش بس يعني عمل لنا سمارت فون وعمل لنا لابتوب والحاجات دي، لا ده أثر في كل حاجة في حياتنا في الحقيقة. فبقت الإلكترونيكس دلوقتي متغلغلة في كل حاجة في حياتنا. نقدر نقول حتى إن التقدم اللي بيحصل في المجالات التانية، سواء مجالات الهندسة زي الطيارات والعربيات والأسلحة، أو حتى مجالات الطب، أو حتى مجالات الفاينانس أو الإعلام، التقدم اللي بيحصل في المجالات دي كلها جزء كبير منه عن طريق إن إحنا بندخل فيها إلكترونيكس. طيب إيه اللي خلى يحصل تقدم رهيب في الإلكترونيكس كده؟ في اختراعين ورا التقدم ده. أول اختراع هو الترانزستور. ده أول ترانزستور سنة 47، طبعا كانت الدايمنشنز بتاعته بين الكونتاكتس بتاعته 100 مايكرون. لما تقارنه بقى بستيت اوف ذا ارت ترانزستور، بقى عندنا دلوقتي سب 10 نانومتر دايمنشنز، وهي دي احد الحاجات الرئيسيه اللي عملت التقدم ده، ان احنا عملنا ريدكشن في السايز بتاع الترانزستور اوردرز اوف ماجنتيود. وكل ما بتصغر السايز بتاع الترانزستور، معناه ان انت على نفس الدائره متكامله اقدر احط عدد اكبر من الترانزستورز، تديني فانكشناليتي اكتر، تديني فيتشرز اكتر، بباور كونسامشن اقل وبسرعه اعلى وبنفس الكوست. فيعني هي معادله عجيبه كده، مش موجوده زي ما قلت لكم في اي مجال تاني في الهندسه، او حتى في مختلف الايه او حتى في مختلف المجالات. الترانزستورز دي بقى مش هي بس لوحدها اللي عملت الثوره، لا الترانزستورز مع اختراع تاني اللي هو اسمه الاي سي او انتجريتد سيركت. يعني ايه انتجريتد سيركت؟ هنشوف مع بعض دلوقتي، بس ببساطه ان انا اقدر احط كومبوننتس كتيره على نفس قطعه السيليكون. برضو لما نيجي نقارن اول اي سي سنه 58، شكلها بدائي جدا زي ما انتم شايفين، كان فيها ترانزستور واحد بس. لما تقارنها بقى بمودرن اي سي زي اللي احنا شايفينها دلوقتي، مودرن اي سي دي فيها بليونز اوف ترانزستورز، بليونز اوف ترانزستورز. فحصل عندك يعني انتجريشن دينستي رهيبه بتزيد بطريقه اكسبوننشال، والبليونز اوف ترانزستورز دي موجوده في دايمنشنز تقريبا نفس الدايمنشنز بتاعت اول اي سي، مفيش فرق كبير قوي في الايه في الدايمنشنز. التقدم اللي حصل في الالكترونكس ده، في ناس بتحب توصفه بحاجه اسمها مورز لو. مور ده كان احد الكوفاوندرز بتوع شركه انتل، وسنه 65 تقريبا عمل مقاله في مجله اسمها الكترونكس ماجازين، حط كده نمبر اوف ترانزستورز اللي موجوده على الاي سي زي ما احنا شايفين كده، هو اللي هي النقط اللي ايه اللي هو موصلها ببعض دي على لوج سكيل. الواي اكسس ده هنا لوج سكيل، وصل ما بينهم لقى خط مستقيم، فقال ايه؟ قال يبقى احنا كده النمبر اوف ترانزستورز بيزيد بطريقه اكسبوننشال. وقال انا شايف ان الترند ده في الحقيقه ممكن يكمل 10 سنين قدام. انا شايف ان الترند بتاع النمبر اوف ترانزستورز ده عمال يزيد اكسبوننشال، ممكن يكمل. هو كتب المقاله سنه 65، قال انا شايف ان هو ممكن يكمل لحد سنه 75. في الحقيقه الترند ده اولموست مكمل لحد النهارده. عندنا انتجريشن دينسي زي ما احنا قلنا بقى بتزيد بطريقه اكسبوننشال. فلو احنا شفنا كده المودرن بروسيسورز من انتل، طبعا دي مش احدث حاجه، كنا بنابروتش بليون ترانزستورز حوالي سنه 2010، احنا دلوقتي كسرنا الحاجز ده بكتير. طيب ازاي بنعمل الانتجريشن دينستي الرهيبه دي؟ زي ما قلنا عن طريق ان احنا بنصغر السايز بتاع الترانزستور. دي كانت الحقيقه دي كان اهم فاكتور. دلوقتي الفاكتور ده ما بقاش بنفس القوه بتاعت زمان، ان احنا صغرنا الترانزستور قوي لدرجه ان احنا وصلنا يعني ان الترانزستور بقى فيه فيو اتومز في الحقيقه، فالموضوع بقى يعني فيزيكالي بقى يعني مش possible. فالناس بدات تبتكر وتخترع طرق جديده نزود بيها النمبر اوف ترانزستورز. فمن ناحيه ان احنا بنعمل سكيلينج داون، اللي هي ان احنا نصغر الترانزستور، دي ما بقتش زي زمان، بس في افكار تانية جديده الناس بتستعملها، هنشوف بعضها دلوقتي، عشان تحافظ على ان احنا بنزود الانتجريشن دينستي، يعني بنزود النمبر اوف ترانزستورز على الاي سي. ففي كده ابروتشز
دلوقتي بقى الجديده بيسموها المودرن مور كونسبتس. في دايركشن بتاع زمان اللي هو بنسميه المور مور اللي انا اكمل في السكه بتاعت مورز لو، ان انا احاول اصغر في السايز بتاع الترانزستور، او بمعنى اخر ان انا احاول ازود الانتجريشن دينستي، ازود النمبر اوف ترانزستورز اون شيب. فده كده دايركشن اللي هو بتاع المينيتشرايزيشن، ان انا بصغر الترانزستور او بزود الانتجريشن دينستي. في دايركشن تاني هنا اهو اللي هو بنسميه المور ذان مور. المور ذان مور ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان انا على الاي سي بتاعتي او على الشيب بتاعتي انا مش بس احط ترانزستورز، ده انا ممكن احط حاجات تانية غير الترانزستورز. ممكن احط سنسورز واكتويترز، ممكن احط حاجات بايوميديكال، ممكن احط حاجات بتاعت الهاي فولتج والباور اللي هي كانت بتستعمل دايما اوف شيب، لا ابدا احطها اون شيب. نفس الحكايه الباسيفز زي الريزيستنس والكاباسيتنس والاندكتنس، كان كتير منها بيتحط اوف شيب، لا انا عايز احطه اون شيب. اون شيب يعني على الاي سي بتاعتي. برضو الانالوج والار اف سيركتس عايز اعمل لها مور انتجريشن اون شيب، فده الدايركشن بتاع مور ذان مور. في دايركشن بقى تالت اللي هو دايركشن الايه، الاحلام السحابه دي، ان احنا بقى عايزين نروح بياند مور. يعني ايه بياند مور؟ يعني عايزين نفكر بقى في ديفايس جديد غير الماسفت. يعني مورز لو ده كله كان قائم على الماسفت اللي هو الترانزستور المعروف طبعا، اللي هو كل السيمي كوندكتور اندستري دلوقتي تقريبا قائمه عليه. عايزين نفكر بقى في النكست ترانزستور، الحاجه اللي بعد الماسفت اللي هتسمح لنا ان احنا هنكمل في تقدم اكتر في مجال الالكترونكس. بس ده لسه يعتبر ريسيرش، لسه ما فيش ديفايس قدر ان هو ينافس الايه، ينافس الماسفت في الاندستري ويزحزح الايه الماسفت عن عرش السيمي كوندكتورز. طيب دايما كان الناس في الحقيقه بتتكلم من اكتر من يمكن 20 سنه، بتقول خلاص دي نهايه مورز لو ومفيش مورز لو تاني. الاول قالوا خلاص ال 100 نانومتر ده الليمت، وبعد كده قالوا طب خلاص 45 نانومتر الليمت، وبعد كل شويه يقول لك لا خلاص مورز لو هينتهي ومورز لو هيقف. وفي الحقيقه لسه مكمل من ناحيه ان احنا بنزود الانتجريشن دينستي، خد بالك. بس طبعا فروم اسبكتس ثانيه زي مثلا السبيد وزي الكوست، لا الموضوع طبعا بقى مختلف عن زمان. فمثلا دي كانت مقاله سنه 2019 من يمكن سنه ونص، كان فيها فكره ان احنا بقى مش بس انتجريت الترانزستورز جنب بعض، لا احنا نحط الترانزستورز فوق بعض. ده دي بيسموها النانو شيت ترانزستورز. البروسيس دي كانت من انتل طبعا، ده كان لسه ريسيرش، لسه الكلام ده ما دخلش يعني في الماركت، ما دخلش في الاندستري. وكان المقاله دي بتتكلم وقتها ان دي ممكن تبقى ذا لاست ستيب، ميبي ذا لاست ستيب. المقاله دي رجع بقى في مقاله تانية احدث منها في الحقيقه لسه من ايه، من اشهر قليله، يمكن من اقل من شهرين، اقل من شهرين. مش بس بيعملوا انتجريشن لترانزستورز فوق بعض، لا ده كمان بيعملوا انتجريشن لبي موس وان موس كمان فوق بعض. يعني مش بس نفس النوع، لا ده انواع مختلفه يعملوا لها انتجريشن فوق بعض. طبعا ده كانك بتبني عماره كذا دور، معناها ان انت تقدر تزود النمبر اوف ترانزستورز كمان وكمان. وفي المقاله دي بقى مش بيقول لك ذا لاست ستيب، لا ده بيقول لك ذا نيكست ستيب. يعني ممكن يبقى لسه في كمان ستيبس ايه، ممكن يبقى لسه في كمان ستيبس ثانيه. فيعني زي ما بقول لكم، في ناس متشائمه دايما تقول لك خلاص دي النهايه، بس في الحقيقه الانجينيرز دايما بيكون عندهم ابتكارات واختراعات بيقدروا ان هم يعملوا بوشنج للبروسيس بتاعتهم للليمتس بتاعتها، ويطلعوا بافكار جديده يقدروا يزودوا بيها الانتجريشن دينستي، وهي دي المحرك الرئيسي في الحقيقه اللي بيدرايف الماركت بتاع السيمي كوندكتورز. وهو ده اللي بي ايه اللي بيحرك بقى كل الابلكيشنز الايه، كل الابلكيشنز الثانيه اللي بتستعمل فيها الالكترونكس. فلسه في افكار كتيره في الحقيقه موجوده في الريسيرش لابس، لسه ما وصلتش الماركت. الافكار دي مكمله، لسه هتزق الماركت على الاقل كمان 20 سنه. فما تقلقوش يعني، على الاقل هتكونوا خلاص اتخرجتوا واشتغلتوا وبقيتوا سينيور انجينيرز ومانجرز كمان، ولسه الايه، ولسه القاطره بتاعت مورز لو مكمله. لكن في الحقيقه من ناحيه تانية بقى، مور لما كان بيتكلم على الاوبزرفيشن بتاعته، اللي هي مش قانون ولا حاجه، هي مش لو، هو مجرد بس اوبزرفيشن، كان بيتكلم على ان احنا هنزود الانتجريشن دينستي ات ذا سيم كوست. في الحقيقه ده ما حصلش قوي. دلوقتي بقت تكلفه التصنيع بتاعت السيمي كوندكتورز بتزيد بطريقه اكسبونينشال هي كمان. يعني تكلفه انك تعمل مصنع يصنع اي سيز بقت تكلفه عاليه جدا جدا. فبالتالي لما تقارن مثلا بروسيس قديمه شويه زي ال 180، البروسيس دي كانت مثلا من 20 سنه كانت هي احدث حاجه. وقتها كان في شركات كتيره قوي، القائمه الطويله اللي انتم شايفينها دي كده، كانت بتقدر تصنع في التكنولوجي دي. كل ما تروح لتكنولوجي احدث هتلاقي شويه شركات عماله تقع منك، ومش شركات صغيره بقى، انت بتتكلم على شركات عملاقه زي سوني وزي شارب وزي توشيبا وزي باناسونيك وزي تي اي تكساس انسترومنتس، شركات عملاقه مش قادره ان هي تدفع تكلفه ان هي تعمل مصنع في التكنولوجي الاحدث. او يعني بطريقه تانية، هي شايفه ان التكلفه اللي هتدفعها مش هتجيب لها ريفينيو يقابل التكلفه دي. فبالتالي مشروع ان هي تعمل فاب جديد عند التكنولوجي الحديثه دي، بالنسبه لها من الناحيه الاقتصاديه يعني ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش مجدي. لحد لما وصلنا بقى للايه،
للفين فات تكنولوجيز عند ال 10 نانومتر اند بياند بقى في ثلاثه بس في السوق هم اللي بيعرفوا يصنعوا اي سيز في التكنولوجيز الحديثه دي، اللي هم سامسونج ودي اس ام سي. دي اس ام سي ده مصنع في تايوان، وشركه انتل طبعا المعروفه بتاعت المايكرو بروسيسورز. انتل في الحقيقه كانت هي دايما الماركت ليدر، دايما كانت هي الشركه اللي بتنزل احدث تكنولوجي ومحدش قادر ينافسها في الموضوع ده، وكل الناس كانت بتمشي وراها. في الحقيقه جت في 7 نانومتر ووقعت بقى، مش قادره برضو ان هي تكمل، برضو عندها ييلد ايشوز، مش قادره ان هي تدخل بالبروسيس بتاعتها في الماس برودكشن، وعندها مشاكل كتير في التصنيع، لدرجه في الحقيقه ان هم لاول مره في تاريخ انتل بيفكروا ان هم يروحوا يصنعوا عن تي اس ام سي. وبقى تي اس ام سي دلوقتي هو حاليا الماركت ليدر في الفابريكيشن، بقى هو الشركه رقم واحد في العالم في التصنيع. على فكره الشركات دي في منها شركات هي بتصنع سيمي كوندكتورز وبتديزاين في نفس الوقت وبتبيع، زي انتل بتعمل كل حاجه، هي بتصنع وبتديزاين وبتبيع بروسيسورز، تعمل كل حاجه. تي اس ام سي بقى لا، هو بيسموه بيور بلاي فاوندري، هو مجرد بيصنع بس، هو مش بيعمل ديزاين لحاجه، هو بيصنع للناس، يعني بيصنع للشركات اللي زي ابل وزي كوالكوم وزي برودكوم، هو بيصنع للشركات دي، لكن هو نفسه ما عندوش برودكتس في الماركت، مش بيعمل ديزاينز. عشان كده يمكن الناس العاديه عمرها ما تسمع عن تي اس ام سي، هم يسمعوا عن ابل، يسمعوا مثلا عن هواوي، يسمعوا عن الشركات دي، لكن عمرهم ما يسمعوا عن تي اس ام سي. في الحقيقه هو حاليا الفاوندري رقم واحد في العالم. زي ما قلت لكم انتل بتفكر ان هي تروح تصنع عن تي اس ام سي، وده حاجه يعني خبر يعني في الحقيقه يعتبر عجيب جدا في عالم السيمي كوندكتورز لاول مره في التاريخ. ده لسه خبر جديد اهو، لسه ما بقالوش ايه، لسه ما بقالوش اسبوعين، ده يناير 2021. شركات عملاقه زي ما كنت بقول لكم مثلا زي اي بي ام. اي بي ام كان عندها الزراعه التصنيع بتاعتها، كانت هي بتصنع الاول سيمي كوندكتورز، وبعد كده في الحقيقه جلوبال فاوندرز اشترتها. جلوبال فاوندرز برضو دي كانت تبع شركه اي ام دي زمان، وبعد كده انفصلت عنها. برضو كل الحاجات دي نتيجه لان تكلفه التصنيع عاليه جدا. المهم ان جلوبال فاوندرز اللي هي اي ام دي واي بي ام مع بعض، بمعنى اخر يعني شركتين عملاقتين مع بعض، ما قدرتش ان هي برضو تكمل، وجت عند 7 نانومتر وقالت احنا مش هنقدر نكمل، مش هقدر ان انا اعمل مصنع يصنع فيه 7 نانومتر. جلوبال فاوندرز برضو كان عندها مشاكل ماليه في الحقيقه، من زي ما قلت لكم موضوع مكلف جدا. فمين اللي راح اشترى جزء كبير منها؟ الامارات في الحقيقه راحت اشترت جزء كبير منها، وطبعا يعني ادوهم فلوس كتير قوي قوي قوي، وكان متوقع ان هم يعملوا فاب في الامارات في ابو ظبي، بس برضو لقوا ان تكلفه الفاب ده هتبقى عاليه جدا، فرجعوا تاني عملوا كانسليشن للايه للبلان ان هم يعملوا فاب في ابو ظبي. طب هي التكلفه كام يعني عشان برضو الناس تبقى متخيله؟ عشان تعمل كاتنج ايدج فاب الموضوع ممكن يوصل ل 20 مليار دولار. 20 مليار دولار دي في الحقيقه ميزانيه الدوله. احنا الريفنيو بتاع مصر زي ما هنشوف مثلا في السنه بيبقى في الرينج بتاع 60 مليار دولار. فانت عندك 20 مليار دولار تكلفه انك تعمل مصنع. ففي الحقيقه لو مورز لو في يوم من الايام وقف، مش هيقف نتيجه للفيزيكال ليميتس، لكن هو هيقف نتيجه لان التكلفه بقت عاليه جدا جدا جدا، فما بقاش الموضوع مبرر من الناحيه الاقتصاديه. لكن طول ما في انوفيشنز، طول ما في ابلكيشنز، طول ما في ماركت، هيفضل لسه في ايه؟ هيفضل لسه في برضو انوفيشنز في مجال الانتجريتد سيركتس وانوفيشنز في مجال الفابريكيشن. فانا استخلص يعني في الحقيقه درس من الموضوع ده، ان احنا بالنسبه لنا مثلا في مصر نحاول نركز على حاجه اللي احنا نقدر نعملها، يعني احنا ما نقدرش في الحقيقه ننافس في مجال التصنيع ده. ان هو مجال محتاج خبرات طويله جدا، محتاج تخصصات كتيره قوي قوي قوي، محتاج انفستمنت رهيب، المنافسه فيه شرسه جدا، فمجال صعب ان انت تدخله في الحقيقه، اتليست يعني ان ذا نير فيوتشر. وان كان طبعا من الناحيه الاستراتيجيه هو مجال مهم جدا، لكن انت صعب بالنسبه لك انك تخش في المجال بتاع التصنيع ده، انك تصنع الاي سيز. فحاول تبص بقى على الحاجه اللي انت ممكن تعملها. والحقيقه الفلوس مش هي بس الفاكتور الوحيد، يعني مثلا الصين عندها فلوس كتير قوي 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 قوي، لكن هي لسه معتمده في الحقيقه على امريكا في الايه في مجال التصنيع. خد بالك طبعا ان التصنيع زي ما قلنا متركز حاليا في تي اس ام سي وسامسونج وانتل. انتل طبعا شركه امريكيه، سامسونج في كوريا الجنوبيه، وتي اس ام سي في تايوان. وكوريا الجنوبيه وتايوان هما الاثنين من الناحيه العسكريه ومن الناحيه الاقتصاديه هما الاثنين تابعين لامريكا، فيعتبر ان امريكا هي المسيطره على الايه على التصنيع بتاع السيمي كوندكتورز في العالم. فالصين كانت عايزه تحاول تخرج عن الايه تخرج عن الحصار ده وتبقى هي اللي تعمل السيمي كوندكتورز بتاعتها. امريكا طبعا بسرعه عملت عليها عقوبات على كل المصانع اللي بتصنع سيمي كوندكتورز في الصين عشان تمنعها ان هي يكون عندها الكاتنج ايدج تكنولوجي. فدايما هتلاقي الصين متاخره قوي عن احدث تكنولوجيا. كاتنج ايدج او الستيت اوف ذا ارت نقصد بيها احدث تكنولوجيا، فدايما الصين متاخره نتيجه للعقوبات اللي امريكا بتعملها عليها. طبعا اكيد بتسمعوا طبعا عن المعركه اللي امريكا كانت عاملاها مع هواوي،
سواء من ناحيه البرودكتس او من ناحيه الفابريكيشن، يعني منعت عنها الاي سيز تماما، ممنوع ان اي شركه امريكيه تدي اي سيز لهواوي، او ان هواوي تعرف تصنع حتى عن تي اس ام سي. فهواوي بالنسبه لها ده كده خنق البيزنس بتاعها طبعا، بتاع السمارت فونز وبتاع التليكوميونيكيشنز، وبتواجه طبعا صعوبات نتيجه للايه؟ نتيجه ان هي كانت عايزه تخرج عن السيطره الامريكيه. فالموضوع مش بس يعني في الحقيقه فلوس، لا، الموضوع برضه ليه ابعاد اقتصاديه وابعاد سياسيه. بس يعني طبعا الكلام ده ما يجيبلناش احباط في الحقيقه. ممكن بعض الناس يقول لك ايه ده، لا ده كده خلاص مفيش امل في المجال ده. ليه الكلام ده المفروض ما يجيبلناش احباط؟ لان الفاوندري بيزنس اصلا هو سيجمنت صغير من الماركت في الحقيقه. يعني الفاوندري اللي هي تصنيع بتاع سيمي كوندكتورز توتال على مستوى العالم 70 مليار دولار مثلا، ده في سنه 2019. الماركت بتاع السيمي كوندكتورز بتاع الالكترونكس اوسع من كده بكتير، اكبر من كده بكتير. مش الفكره مش ان انت تعرف تصنع اي سيز، الفكره مين اللي هيديزاين، ومين اللي هيعمل الابليكيشن، ومين اللي هيعمل البرودكت. كل ده بيفتح ماركتس جديده في الحقيقه اوسع بكتير من مجرد التصنيع. فالتصنيع ده اقل من 5% في الحقيقه، اقل من 5% من الماركت. وفي الحقيقه في شركات كبيره جدا 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 ما لهاش اي علاقه بالتصنيع، ممكن تكون بتشتغل في الاي دي اي. الاي دي اي اللي هو الكترونيك ديزاين اوتوميشن، يعني انت تعمل السوفت وير اللي الناس بتوع الالكترونكس بيستعملوه، زي السوفت وير اللي بيستعمل مثلا في السيميليشن، السوفت وير اللي بيستعمل في اللاي اوت، ده بيسموه الاي دي اي بزنس. او ان انت تعمل ديزاين التشيبس وتروح تصنعها عند حد تاني، زي ما قلنا شركات عملاقه من التوب 10 في العالم مش بيصنعوا ولا حاجه، لا ده بيديزاين التشيب ويروح يصنعها عند تي اس ام سي مثلا. او انك تعمل السيستم بقى، تعمل برودكت. فكل دي ماركتس كبيره جدا جدا، اكبر بكتير من الايه، من الفاوندري بيزنس. وهي دي بقى ماركتس اللي ممكن بلد زينا تقدر ان هي تنافس فيها، تبدا تشتغل فيها، تقدر ان هي تحقق في الحقيقه فيها يعني كونتريبيوشن وفاليو. عشان دي بتعتمد في الحقيقه على الجهد البشري، بتعتمد على عقل الديزاينر، مش محتاجه انفستمنت كبير، مش محتاجه انفراستراكشر كبير، لا مجرد بس ان يكون في ناس تكنيكالي كواليفايد وعندهم باشن يقدروا فعلا ان هم يعملوا كونتريبيوشن في المجالات دي، ويغيروا في الحقيقه من الواقع بتاعنا ومساهمتنا في الكاتنج ايدج تكنولوجي. فعشان اثبت لكم برضو حاجه زي كده، لو بصينا على ليست اوف ذا توب 15 سيمي كوندكتور كومبانيز، دول اكبر 15 شركه في العالم في مجال السيمي كوندكتورز. اللي جنبهم الملاحظه رقم 2 دي معناها ان هم فابلس كومبانيز. يعني ايه فابلس؟ يعني فابريكيشن ليس، يعني مش بيصنعوا، ما عندهمش مصانع اصلا. ومع ذلك في التوب 15 شركات عملاقه زي كوالكوم او برودكوم او انفيديا او ميديا تك او ابل او اي ام دي، كل الشركات العملاقه دي اصلا ما عندهمش مصانع. ما بيعملوا ايه؟ مجرد بيعملوا ديزاين، مجرد مجموعه من الديزاينرز. ببساطه هي الشركه عباره عن مجموعه من الديزاينرز بيعملوا ديزاين للتشيبس ويروحوا يصنعوها عند اي حد تاني زي تي اس ام سي مثلا. تي اس ام سي بقى ده فاوندري بس، بيصنع للي عايز، هو ده البيزنس بتاعه. فهو اللي بيصنع لكوالكوم وبرودكوم وانفيديا وميديا تك وابل وكل الشركات ايه، وكل الشركات دي. فعشان توصل للتوب 10 مش لازم تكون عندك فاب ولا حاجه، لا مش هي دي القصه. الفكره ان انت يكون عندك ناس كواليفايد فعلا، ويقدروا ان هم يعملوا كونتريبيوشن في الايه، يقدروا ان هم يعملوا كونتريبيوشن في المجال ده. في الحقيقه برضو المجال بتاع السيمي كوندكتورز في الحقيقه يعني في الاونه الاخيره يعني اتس جيتنج يعني مور اكزايتنج، يعني والمنافسه فيه بقت شرسه جدا. لان في شركات كتيره بقى من شركات السوفت وير زي امازون وزي جوجل، او شركات البرودكتس زي ابل. الشركات دي في الحقيقه ما كانتش بتصنع، ما كانتش قصدي بالديزاين اي سيز. يعني هم بيعملوا ايه؟ العاده ان هم بيشتروا اي سيز ويكونوا منها البرودكت بس كده اهو، لكن هو نفسه مش بيديزاين اي سي. الكلام ده بيتغير دلوقتي بقى، بداوا ان هم يعملوا الاي سيز بتاعتهم، يعملوا التشيبس بتاعتهم. فبقوا ينافسوا شركات السيمي كوندكتورز زي انتل وزي انفيديا. يعني يمكن من اشهر الحاجات ان ابل عملت بروسيسور جديد، طبعا عملت ديزاين زي ما قلنا بس مش بتعمل فابريكيشن، الفابريكيشن بيروح يصنعه عن تي اس ام سي. عملت ديزاين لبروسيسور جديد اللي هو الام 1، هيحطوه بدل انتل بروسيسور. يعني زمان اللابتوبس بتاعت ابل كان فيها ايه؟ كان فيها الانتل بروسيسور اللي احنا عارفينه، والاي 3 والاي 5 والاي 7 والاي 9 والحاجات دي. هيشيلوا انتل بروسيسورز ويحطوا مكانها تشيب هم اللي بايه؟ هم اللي بيصنعوها. فده في الحقيقه بيخلي المنافسه اعنف في الحقيقه في المجال ده، وبيخلي برضو في طلب اكتر على الديزاينرز، لان في شركات كتيره جديده بدات تدخل في السوق. والشركات الكتيره دي كلها على فكره بتحاول توفر في التكاليف، تكاليف الديزاين، فبالتالي بتحاول تلجا للماركتس اللي فيها عماله مهره وفي نفس الوقت عماله رخيصه. زي ايه؟ زي الهند وزي الصين وزي شرق اوروبا. ومفروض ده باذن الله ان احنا برضو يكون لنا موقع في الايه، في المجال ده، ان احنا برضو الحمد لله عندنا يعني عقول ذكيه، وعندنا الحمد لله مهارات عاليه، بس محتاجين حد يحطها في الكونتكست الصح ويعمل لها تريننج صح
عشان نقدر برضو زي ما قلت ان احنا نكونتريبيوت في المجال ده. فزي ما قلت لكم الماركت اللي بتاع السيمي كوندكتورز ماركت قوي جدا، بيغير اقتصاديات دول باكملها، ماركت كبير وعمال يزيد في الحقيقه، ماركت اكتر من 400 مليار، حوالي 500 مليار دولار في 2019، دلوقتي معدي خلاص ال 500 دولار. والماركت ده مش بس ان انا بعمل تشيبس وخلاص زي ما قلت لكم، لا، التشيبس دي في الاخر بتتحط في برودكتس وبتتحول لابلكيشنز، بتعمل ماركت اكبر اللي هو بنسميه الاي سي تي ماركت، اللي هو الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي. الماركت بقى بتاع الاي سي تي ده مش 400 بقى مليار، لا، ده معدي ال 4000 مليار، يعني 4000 مليار دي اللي هي 4 تريليون دولار، برضه ماركت كبير جدا وبيزيد جدا. تاني لما تقارن الكلام ده بنتكلم على حاجات اكبر من ميزانيات الدول. يعني مصر مثلا الريفنيو بتاعها في 2019 كان حوالي 60 مليار دولار. 60 مليار دولار ده لما تقارنه مثلا بشركة واحدة زي ابل، ابل كان الريفنيو بتاعها في نفس السنة كان 260 مليار دولار، يعني الريفنيو بتاع ابل تقريبا 5 اضعاف الريفنيو بتاع مصر. ال 260 مليار بتوع ابل دول منهم 60 مليار ربح صافي، يعني ده بعد ما تشيل بقى كل النفقات بتاعتهم والضرايب والمرتبات والماركتنج كل الكلام ده كله، 60 مليار دولار ربح صافي. احنا ال 60 مليار ريفنيو بتوعنا دول بندفع بيرسنت كبيره جدا منهم، يعني يمكن معديه ال 70% عشان بس نسدد الفوائد بتاعه الديون، وبيفضل لنا من الايه من القصه دي كلها بس 10 مليار محتاجين نستلف عليهم 41 مليار كمان عشان نعرف نكمل الايه الميزانيه بتاعتنا، هيرجعوا يضافوا تاني على الديون ونمشي في سايكل يعني معقده جدا في الحقيقه، كل شويه تبدا يتراكم عليك ديون اكتر. لو في شركه ناجحه زي ابل في مصر هتحل مشكله اقتصاد مصر كله ايه في يوم يعني. بس طبعا يعني احنا بنتكلم، يعني طبعا الكلام سهل، لكن طبعا عشان تبني شركه وتكبر وتبدا ان هي فعلا تقدم لك يعني كونتريبيوشن جامده في الاقتصاد، الكلام ده مش بيحصل في يوم وليله، الكلام ده محتاج صبر وسنين وشغل دؤوب، يعني الموضوع طبعا ما بيحصلش في يوم وليله. طيب برضو زي ما بقول لكم بقى، الفكره ان الالكترونكس مش بس محصوره في الالكترونكس، لا، دي بتتغلغل وتفتح لنا ماركتس جديده. ففي ماركتس كتيره جديده دلوقتي في الحقيقه بتخلي في ديماند عالي على الالكترونكس، سواء بقى الحاجات الطبيه، الحاجات العسكريه، ان احنا نبدا ندخل الكترونكس في كل حاجه زي شبكات الكهرباء، زي العربيات. دلوقتي العربيات بقت كلها الكترونكس، بل بيفرق عربيه عن التانيه في الحقيقه هي كميه الالكترونكس المحطوطه فيها. حاجات زي الاي اي والكلاود والاي او تي، كل دي حاجات بتحتاج انوفيشنز جديده في الالكترونكس. فالاي او تي هم بيعتبروها هي الويف الجديده. زمان كان في المين فريمز، هو كمبيوتر واحد مثلا في الجامعه لكل الطلبه اللي في الجامعه او في الشركه لكل الطلبه اللي في الشركه. بعد كده بقى في فكره البي سي اللي هي البيرسونال كمبيوتر، ان كل واحد عنده الكمبيوتر بتاعه. وبعدها فكره بقى دلوقتي الاي او تي، لا، ده كل واحد عنده حاجات كتير وكل حاجه من اللي عنده دي فيها الكترونكس. عايزين نحط الكترونكس في كل حاجه ليها علاقه بالانسان بقى، سواء بقى في بيته، في عربيته، حتى هدومه، حتى القفل الباب بتاعه، المفتاح، كل حاجه بيستعملها في حياته يبقى فيها الكترونكس. طيب الكلام الكبير والجميل ده بقى، احنا موجودين بقى على الخريطه ولا احنا بنتكلم بس؟ في الحقيقه الحمد لله يعني مصر موجوده على الخريطه بتاعت الالكترونكس ماركت والسيمي كوندكتورز ماركت. يمكن من 30 سنه كان مصر الكونتريبيوشن بتاعها صفر في الحقيقه، ما كانش في اولموست اي كونتريبيوشن في المجال ده، لكن الحمد لله في ناس كان عندها الباشن وكان عندها الصبر ان هي تحاول تغير الواقع، مش بقى تستسلم للواقع وتقول لك خلاص يا عم انا اروح اسافر في اي حته ولا اشتغل في اي مكان ولا اشوف لي اي شغلانه تانيه وخلاص. لا، الحمد لله كان في ناس عندها صبر وعندها باشن ان هي تغير الواقع ده. فالحمد لله دلوقتي بقى في شركات، يمكن اكتر من 10 شركات، وده مش رقم قليل، في مصر شغاله في المجال بتاع الانتجريتد سيركتس وبتاع السيمي كوندكتورز، منها شركات مصريه خالصه ومنها شركات اجنبيه فاتحه فروع في مصر، منها شركات بقى لها اكتر من 20 سنه ومنها شركات جديده. ففي الحمد لله سبيكترم واسع من الشركات. طيب ايه اللي يخلي المجال ده بالنسبه للطلبه مثلا مجال يعني ايه جذاب واتراكتيف واكسايتنج؟ في الحقيقه المجال بتاع الانتجريتد سيركتس وبتاع السيمي كوندكتورز في مصر بالذات يعني ليه مميزات مش موجوده في اي مجال تاني. اول حاجه ان هو فيري هايلي بيد، يعني الستارتنج سالري بتاعك ممكن يعدي ال 10000 جنيه، ممكن يوصل ل 1000 دولار في الشهر. ده رقم يعتبر كبير جدا بالنسبه للمجالات التانيه اللي موجوده في مصر، سواء بتتكلم على الهندسه او حاجات حتى اللي بره الهندسه، يعتبر رقم كبير جدا بالنسبه للفريش جراد لسه متخرج. الرقم ده بتاع فريش جراد لسه متخرج، المجال ده بيبقى في الحقيقه فيه تشالنجز، تكنيكالي تشالنجز، يعني
بتستغل بقى الذكاء والمهارات بتاعت الناس المتميزين. الكلام ده ممكن ما تلاقيهوش في اماكن تانية كتير، في شركات كبيرة جدا ممكن تبقى وظيفتك فيها مجرد اوبريشن، انك بتشغل شوية اجهزة او مينتننس، بتعمل صيانة ومجرد تتابع ان في سيستم شغال وتصلح ولو في مشكلة. لا، مجال الاي سي ديزاين، انت بتعمل ديزاين بايديك، انت بتشتغل ديزاينر، فبتستغل كل العلم اللي انت اتعلمته في الجامعه. في الحقيقه برضه دي حاجه ناس كتير بتشتكي منها، يقول لك ان انا بتعلمه في الجامعه ملوش اي علاقه بسوق العمل، ملوش اي علاقه بالشغل. الكلام ده ممكن يكون فعلا صحيح في بعض المجالات، لكن في المجال بتاع الاي سي ديزاين الكلام ده ملوش اي اصل ولا ليه اي علاقه بالواقع. في مجال الاي سي ديزاين اللي انت بتتعلمه في الجامعه هو بالظبط اللي انت هتحتاجه لما تروح الشغل. فده في الحقيقه برضو بيخلي المجال ده مميز جدا، هو مرتبط بشده بالعلم اللي انت اتعلمته، ومش محتاج يعني في الحقيقه برضو علم سطحي. لا، انت لازم يكون عندك ديب اندرستاندنج للتكنيكال توبكس اللي انت بتشتغل فيها، مش مجرد عارف شويه معلومات كده قشور ولا بتعرف تقول كلمتين في الانترفيو. لا، لازم يكون عندك فعلا ديب اندرستاندنج وبراكتيكال سكيلز عاليه عشان تعرف فعلا انك تعمل كونتريبيوشن في المجال ده. ولازم تفضل دايما اب تو ديت، زي ما احنا شفنا المجال كل شويه بيتغير، كل شويه فيه جديد، كل شويه فيه تغييرات، فدايما بيخليك اب تو ديت مع الستيت اوف ذا ارت، احدث صيحه يعني في الايه، في العلم وفي التكنولوجيا. فعشان كده ده اللي بيخلي المجال ده مجال مميز جدا في الحقيقه عن جميع المجالات التانيه اللي موجوده في مصر. في الحقيقه الحمد لله يعني في سكسس ستوريز كتيره في مصر في المجال ده. يمكن تعالى ناخد مثلا مثالين صغيرين. مثلا يعني ساي فيجن في الحقيقه بدات سنه 2007، 2007 يعني من 13 سنه 14 سنه، كان فيها اتنين بس. الشركه كلها على بعضها كده كانت عباره عن فردين. من 2007 الشركه عباره عن فردين، دلوقتي الحمد لله يعني دي حاجه جميله نسعد بيها يعني ونبقى فخورين بيها وربنا يوفقهم ان شاء الله. الشركه كبرت بقى فيها هاندردز اوف ديزاينرز، والحمد لله يعني مش بس بقى زمان، كان معروف ان المجال ده يعني اللي بيدخل فيه بس الناس اللي هم اوائل الدفعات بتوع عين شمس والقاهره. ده كان فكره الناس عن مجال الالكترونكس والاي سي ديزاين وكده. لا، هي ساي فيجن غيرت من المفهوم ده نتيجه ان الشركه الحمد لله توسعت، بداوا ياخدوا ناس من جامعات كتير ومش بس اوائل، لا بياخدوا ناس برضو تقديرات مختلفه، اي حد تكنيكال كواليفايد بقى بغض النظر عن الجامعه بتاعته وبغض النظر هو من الاوائل او لا، في الحقيقه ممكن يلاقي فرصه في المجال ده في مصر دلوقتي. ده يعتبر الحمد لله من الايه، من الامثله الناجحه اللي حصلت في مصر. برضو شركه مثلا لحد ما تعتبر شركه صغيره زي ميمز فيجن، لسه يا دوبك من كام اسبوع كانوا عاملين اعلان ان هم عايزين يعملوا اكسبانشن، عايزين يزودوا الناس اللي في الشركه لاكثر من الضعف، يعني عايزين يعينوا الناس في كل التخصصات بقى، انالوج وديجيتال ولي اوت وكاد وتستنج، كل التخصصات عايزين يعينوا فيها ناس. فكل ده بيفتح فرص جديده وبيحرك السوق في الحقيقه، وكله محتاج بعضه في الحقيقه، يعني الجامعه محتاجه الصناعه والصناعه محتاجه الجامعه عشان تعمل ناس كواليفايد، فكله محتاج بعضه عشان في الاخر ننهض بالمجال ده في مصر باذن الله. عايزين بقى نرجع تاني اصلا يعني نفهم البيزكس اصلا، هو يعني ايه الاي سي بقى، تطلع ايه الاي سي اللي انا عمال احكي عليها دي. زمان كان عندنا حاجه اسمها ديسكريت كومبوننتس ولسه موجوده لحد دلوقتي طبعا. يعني ايه؟ يعني كل كومبوننت موجود في الباكج بتاعته، موجود في العلبه بتاعته، ده ترانزستور في العلبه بتاعته، ريزستور في العلبه بتاعته، كل واحد في العلبه بتاعته. طب الاي سي بقى عباره عن ايه؟ لا، الاي سي انا عندي قطعه سيليكون واحده اللي هي المستطيل اللي جوه ده كده اهو. المستطيل ده عليه زي ما قلنا بقى ممكن يكون مليونز او بليونز اوف ترانزستورز كلهم على نفس قطعه السيليكون دي، واحط قطعه السيليكون دي بقى في علبه واحده، الباكج دي كده اللي احنا بقى بنشوفها لما نيجي نروح نشتري اي سي. فانا كده يبقى معايا باكج فيها مليونز وبليونز اوف ترانزستورز. زي ما قلنا بقى ده بيديك فيتشرز اكتر، اقدر اعمل فانكشناليتي اعلى بكتير بكوست قليله جدا، باور كونسامشن قليل وبسرعه عاليه جدا. فبالتالي احنا عندنا يعني مجالين، مجال ان انا اعمل الكترونكس باستعمال ديسكريت كومبوننت سواء بقى على بريد بورد او على بي سي بي، ومجال ان انا اديزاين الاي سي. المجال ان انا اعمل ديزاين للاي سي ده هو ده بيبقى الموست تشالنجينج في معظم الاحيان، وهو ده اللي بيمثل جزء كبير من الايه، جزء كبير من الماركت. بس في الاخر طبعا بعد ما اعمل الاي سي دي، الاي سي دي في حد ذاتها ملهاش لازمه يعني لو هي لوحدها كده، انا لازم في الاخر اروح احطها برده على بورده عشان اعمل برودكت بقى، عشان اعمل حاجه زي السمارت فون ولا حاجه زي اللابتوب ولا حاجه، اي حاجه فيها الكترونكس بقى سواء في الغساله في الثلاجه في العربيه، لازم في الاخر اكون سيستم في الاخر. فانت محتاج السيستم، دي حاجه انت محتاجها، ومحتاج الايه، ومحتاج الاي سي.
الادفانسمنت الرهيب بيحصل اكتر فين؟ بيحصل على الانتجريتد سيركت ليفل، والريسيرش برضو الكبير بيحصل فين؟ برضو بيحصل على الانتجريتد سيركت ليفل، ان انا اكون بقى السيستم دي حاجه انجينيرنج وناحيه بقى الماركت والاندستري اكتر منها ناحيه الايه؟ اكتر منها ناحيه الساينس والريسيرش. فالاي سي فيها ساينس وريسيرش كتير، بس في الاخر لازم يكون عندي اندستري تاخد الاي سيز دي وتحولها لبرودكتس. بس طبعا مش كل الشركات بتعمل كده، يعني ممكن شركه تكون هي وظيفتها كل وظيفتها ان هي ديزاين الاي سي، وبعد لما يديزاين الاي سي هيبيع الاي سي بقى لشركه تانية هي اللي هتعمل منها الايه، هي اللي هتعمل منها البرودكت. طب احنا ممكن ناخد بريك يعني 5 دقائق، لو حد برضو لسه ما صلاش العصر عايز يصلي العصر، لو حد عايز يريح شويه ريلاكس شويه، ونرجع نكمل تاني.